محمد ناجي، واسمه بالكامل ناجي محمد المدبولي الجبادة، من مواليد محافظة الدقهلية في تاريخ 15 إبريل عام 1952، ولا نملك معلومات أخرى عن حياته الشخصية أو الأسرية أو دراسته. وكانت بداية مسيرته التمثيلية في فترة الثمانينات من خلال الدراما، وبالتحديد عام 1982، عندما شارك في 3 مسلسلات دفعة واحدة وهو في عمر 30، وهما الجسر والنديم وأمير الشعراء. وقد جسد الفنان محمد ناجي في الكثير من الأفلام أدوار الشر، وكانت بدايته السينمائية عام 1986 من خلال فيلم شارع السد مع فاروق الفيشاوي وشريهان، وقد وصل رصيده الفني لأكثر من 100 عمل على مدار ما يقارب 30 عام، كان آخرها عام 2010 من خلال مشاركته في مسلسل بابا نور مع حسين فهمي والمخرج محمد عبد العزيز. شارك الفنان محمد ناجي في عدد من المسلسلات الدرامية، ومنها الزير سالم، نهاية العالم ليست غدا، المحروسة 85، الإمام محمد عبده، الضوء الشارد، سنبل بعد المليون، مخلوق اسم المرأة، شارع الموردي، البريمو، بوابة الحلواني، المزاد، عباسية 1، جمهورية زفتة، السيرة الهلالية، جحا المصري، كلمة حق، الأدهم. أما في الأفلام فقدم محمد ناجي مجموعة متميزة، أبرزها الملعوب، أبناء وقتلة، أبو كرتونة، جحيم امرأة، أقوى الرجال، 131 أشغال، كارت أحمر، أدارة، الإمبراطورة، كلاشينكوف. رحل الفنان محمد ناجي عن عالمنا مساء يوم الجمعة الموافق 4 فبراير عام 2011 عن عمر يناهز 59 عام بسبب نزيف في المخ، حيث كان يرقد في المستشفى لشهور للعلاج الطبيعي، وتم دفنه في مسقط رأسه. الفنان لطفي عبد الحميد ولد في مدينة الجيزة يوم 15 يوليو عام 1932، وبعد انتقال أسرته إلى شبرا التحق ببعض المسارح الخاصة للهواة، والتي أهلته لاحقا للعمل إلى الإذاعة. ومن الإذاعة بدأ مشواره الفني بالسينما، وبالتحديد عام 1951 في 6 أفلام دفعة واحدة، وهي أولاد الشوارع مع يوسف وهبي، الصبر جميل مع نيازي مصطفى، الشرف غالي مع أحمد بدرخان، ضحيت غرامي مع إبراهيم عمارة، ظلموني الناس مع حسن الإمام، ورد الغرام مع هنري بركات. وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية ليصل رصيده الفني لأكثر من 150 عمل فني على مدار أكثر من 45 عام، كان آخرها عام 1998 من خلال مشاركته في مسلسل ذهب قشرة. شارك الفنان لطفي عبد الحميد في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها عنتر ولبلب، المهرج الكبير، شمس لا تغيب، الناس اللي تحت، بطل النهاية، النوم في العسل، فتاة المينا، الحرام، الوزير جاي، صاحب العمارة. أما في الدراما فقدم مسلسلات منها رأفة الهجان، أرابيسك، على الزيبق، الأنصار، رفاعة الطهطاوي، الحب في عصر الجفاف، دموع صحبة الجلالة، أرابيسك، ألف ليلة وليلة، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من السهرات التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية، وكذلك مسرحية عفريت الست شوقية عام 1966 أمام تحية كاريوكا، ومسرحية مسرح كليوباترا أمام سميحة أيوب عام 1968. رحل الفنان لطفي عبد الحميد عن عالمنا في يوم 4 مايو من عام 2002 عن عمر يناهز 70 عام، ولا نعلم أي شيء عن حياته الشخصية والأسرية.